شو عندك تكلمين بالتليفون بالسيارة؟ قاعد أتكلم بالتليفون، إيش فيها؟ لا مش فيها، إيش حقك قاعد تكلمين بالسيارة؟ من كنت تكلمين؟ شيخة إيش فيك؟ لا تكبرين الموضوع، قاعد أكلم رفيجتي. لا تعلين حسك علي وأنا أسألك، ردي علي، من كنت تكلمين بالسيارة؟ جاوبت وقلت رفيجتي، إيش تبين الحين؟ لا حبيبتي مش تبين، رفيجتي تكلمينها داخل البيت، قدام الكل، ليش من زاوية بروحك قاعد تكلمين بينك وبين نفسك؟ وع وع شيخة ترى أنتي مو صدق. تعالي لا تقولي لي مو صدق، تعالي قاعد أكلمك لا تعطيني مقفات. تعالي 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 قاعد أكلمك، أوقفي. لما أكلمك مرة ثانية لا تعطيني مقفات تمشين، سمعتي ولا لا أنفال؟ أمري عمتي شيخة، إيش تبين؟ ما يأمر عليك ظالم، من اللي تكلمينها كنتي بالسيارة؟ جاوبتك برا وقلت رفيجتي بعد. إيه لا تعودين حبيبتي تكلمين رفيجاتش بالسيارة، سمعتي ولا لا؟ أي أوامر ثانية؟ شو عندك من صباح الله خيرتي والخدامة؟ بايقة مكياجي. بايقة مكياجك بوقتيها وأطلقتي عليها الحكم مرة واحدة، إيش دراك إن شاء الله؟ شو الدليل؟ إيه بايقتها وطقيتها بعد. بكل قوات عين تقولين طقيتها؟ إيه؟ إحنا ودارجتي ما تخافين من الله. مالك كبير أنتي، ما حد يوقف بوجهك، ليش تسوين كذي؟ كل هذا مسويته عشان مكياج؟ إيه حبيبتي مكياجي مو نفس مكياجك أنتي وخواتك بدينار ونص. لا والله. شوفي عاد استحى على وجهك واحترمي نفسك دام الناس طيبه عليك، بعد ايش دراك انها بايقته؟ يعني منو غيرها بيبوق؟ انت بتبوقين مثلا؟ واي 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 واي! شوفي عاد وخري عن درب هالمسكينه، بتشوفين شيء ما عمرك شفتيه. ستشينا اللي تقصها ان شاء الله بعد. استغفر الله العلي العظيم. لا اله الا الله. هم من برا جايين وتصرخون على بعض، ايش فيكم يا يمه الله يهديكم؟ ايش فيكم؟ ذكروا الله. لا اله الا الله يمه، الف من ذكره ما تكلمين بنتك، بنتك اللي مسيت لنا لوي على مكياج. يعني مكياجي وين يروح؟ ركض مثلا؟ لا ما ركض ولا ركب لجنحان وطار، بس دوري عدل بتلقينه، وخاف يا الله في هالبنت، لان حبيبتي الخدامه هذه اذا انحاشت ما حد بيجيب بدالها، ترى انت اللي بتجيبين بدالها، واذا ما عندك بتشتغلين مكانها وريولك فوق راسك. حلوه هذه والله، هي تبوق وانا اشتغل مكانها. الحين وبعدين معاكم انت ويا يمه، احترموني انا واقفه بينكم، ايش فيك يا انفال يا يمه؟ عسى ما شر. يمه دشيت دارج صوب المكياج هذا كله حفرة عندك، دورت لين عيست ما لقيته. يمه حبيبتي تذكري، يمكن انت ماخذته ام وديته بيت رفيجتك ناسيته هناك، تذكري. يمه تكفين الله يخليك، قاعد اقولك انا شايفته بعيوني امس بداري. ان شاء الله يمه انتوا دشوا الحين بدلوا ثيابكم وننشب الغدا وانت غدا، عقب ما نخلص من عيون الثنتين برجع مره ثانيه وادور عليك. بعد ايش تبين؟ دوري بغرفتها لان راح تلقينا بغرفتها. ويع ويع انا لا عاد شبدي من هالبيت. بس عاد بس ويع بس انت بس ويع 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 عشان مريحه خايسه بالبيت. انا بدارج مره شطولك، احترمي يا يمه الناس اللي واقفه عندك.